السلام عليكم. بالنسبة للناس اللي كيسولوا على الدفاتر الأدوات المدرسية بمناسبة الدخول المدرسي وكيبغيو البيع بالتقسيط، كاين المحل ديال اختينا ديال غروسيست راه كيتواجد بقيصارية الأبراج. غادي نخلي لكم النعت إن شاء الله واحد رابط في صندوق الوصف. بالنسبة للناس كي قلت لكم الآباء اللي تيبغيو هكا يجيو يتقداو لوليداتهم بالديتاي، راها حلات هاد المجال. شوفوا الأثمنة راه دائما غادي تلقوها مناسبة. شوفوا عندها بزاف ديال المسائل، كاين هادو بحال هاد لي ماركور، كاين فيهم الزرق، كاين فيهم الكحل، هادو ديال الديسان، هاد لي بابي هادو ديال الديسان، فيهم الابيض، فيهم بلي كولور. هانتوما عندهم الطباشير، كاين الاوراق، اوراق مزدوجه، الحجم الكبير، الحجم الصغير، الصباغات، كاين هاد الحامل ديال الصباغه، هاد لي سوبور، الاوراق المزدوجه. هانتوما بالنسبه للاثمنه غتلقاوها في المتناول. هانتوما هادو راه دوك لي بلونكو. هانتوما بالنسبه لهاد لي بلونكو هادو ها هما كاينين. كاين هادو، هاد لي ساق، هذا ستيك، كاين هاد الملفات بالالوان. المهم راه هذا يلا غادي تقاد هكا واحد لي باني ولا هكا شبيكات باش يجيو صحاب الديطاي، ماشي مشكل. وراه غادي لكم اثمنه في المتناول. المحل عندهم راه كيديروا البيع بالجمله وبالتقسيط. المهم هانتوما كاين هاد لي فتخ هادو، هانتوما كاين هاد المنجرات هادو بالغيزيرفوار ديالهم، راه فيهم هكا الالوان. بالنسبه للدفاتير ها هما حتى هما متوفرين، هادو ديال 48 ورقه، كاين هاد ديال الترافو براتيك. المهم كيف كتشوفوا كاين لي ساق، كاين لاكول، الستيك والبوماد وديال الماء، كاين عندهم هاد لي زيتيكات. هانتوما المهم كل شيء غادي تلقاوه ان شاء الله متوفر عندهم، حتى المحفظات غادي نشوف نحاول نصور لكم هكا شي حاجه. نقول لها من طرف قناه نسمات جواهر دزتو المحل، نقول لها من طرف قناه نسمات جواهر ان شاء الله باش تستافدوا من اثمنه مناسبه. شوفوا لي عندهم هاد لي بيركار هكا، حتى هما راه فيهم الالوان. كي قلت لكم الاثمنه راه غتلقاوها دائما في المتناول. كاين هاد المسطرات هادو دوك الفليكسيبل، كاين العاديين، كاين ستيلوات. مهم هاد المجال ديال هكا تاخذوا بالتقسيط راه يلاه دارتو اول مره غتخدم به، غير جيو المحل شوفوا كاين عندهم هكا هاد لي ستيلو. الناس اللي جاوا المحل وتقداو عافاكم تشاركونا تقولنا المحل كيف جاكم ولا كاليتي ديالهم كيف جاتكم. هانتوما كاين هاد لي ستيلو، المهم غتلقاو عندها بزاف ديال لي مارك. كاين هادو هاد الباكي. وبالنسبه لهكا الناس اللي بغات تستافد من ثمن الجمله، بحال مثلا تقدر تجي، يقدروا يجيو هكا جوج ديال الصحابات ولا الجارات ولا سبينسو، ياخذوا هكا دي باكي وغيستافدوا من اثمنه ديال الجمله. هانتوما كاين هاد الخشيبات، اقراص، هاد الممساحات هادو ديال السبوره، ها هما الاقراص بالالوان. هانتوما كاين هاد البابي كالك ولا هاد الورق الشفاف، عندها السبورات، كاين هاد الموديل هذا العاديين، وكاين الاخرين ديال الستيلو. هانتوما كاينه هاد لاباتا مودلي هكا الوليدات، كاين فيهم الاشكال، كاين الملونات ها هما ديال الشمع. هاد السبورات هادو اللي كتكون جهه ديال الطباشير وجهه ديال الستيلو تمام متوفرين عندهم. كاين هادو ديال الصباغات، هانتوما ديال الصباغات راه عندهم اشكال وانواع. هانتوما بالنسبه لهاد باتا مودلي كاين هاد الموديل حتى هو. بالنسبه للاغلفه ها هي كاينه جميع الالوان غتلقاوها، كاين الحجم الكبير والصغير، كاين هاد لي بورتفوليو حتى همايا متوفرين عندها. الاقلام، اقلام الرصاص. المهم اللي بغى يعرف الاثمنه بالنسبه للناس ديال الكرو غير تواصلوا مع رقم الهاتف اللي كيبان لكم في الشاشه وغادي تصيفط لكم الرابط ديال الاثمنه. هانتوما كاين هاد لي سكوتش ها همايا. هادو هنايا كاين هذيك العلبه ديال الباتا مودلي، هذه راه فيها الالوان، ها هي علبه تتجي على هذا الشكل هذا. هانتوما كاين بحال هاد الدفاتير هادو بالسبيغال، بالكروات، كاين الصغار، كاين الكبار. المهم غير جيو المحل ان شاء الله وراه غادي تلقاو عنده اللي بغيتوها في هذا الشيء ديال الدخول المدرسي. وبالنسبه لك كارطاب بقاو عندهم هاد الشكيلات هادو، سارعوا يعني اللي بغى شي حاجه السلعه تبارك الله راه كتمشي، يعني بقات واحد الكميه هكا محدوده في هاد لي كارطابل، راه عندها بزاف ديال لي مارك. هانتوما الدفاتير الاحجام كامله ان شاء الله راه غادي تلقاوها عندهم في المحل. كي قلت لكم بالنسبه للناس ديال التقسيط ها هما
راه يلا بداو يقادو لكم هكا هاد لي باني، يعني اللي بغى شي حاجه يجي ياخذها بثمن مناسب. شوفوا كاين هاد المسطرات هادو، المهم راه كلشي ان شاء الله غديروا لكم حتى هكا بالتقسيط ان شاء الله. بالنسبه لي تروس ها نتوما كاين هاد لا تروس هذا كيمشي مع هاد لا بوشيت ديالو، ها نتوما اونصومبل كاين هاد الموديلات هادو في الالوان، كاين هاد لي تروس. المهم جيو هنايا وشوفوا هكا الموديل اللي بغيتو للولاد والبنات. لي كارني هكا الوليدات حتى هما يا راه متوفرين جميع الاحجام ان شاء الله غادي تلقاوهم. المهم اللي بغى نعدي المحل كيف قلت لكم غادي نخليكم الرابط ديالهم في صندوق الوصف. ما تنساوناش عفاكم من البارطاج ولا لايك وتجيو المحل، كي قلت لكم راه فيه بزاف ديال الهميزات. وبالنسبه للناس اللي باغا تبيع هكا الجمله راه كاين اللي باغا هكذا ترزق الله. شوفوا ها نتوما الجديد اللي جابت المحل هذا الشيء ديال الالاستيك، هاد الفيلات هكا البنيات، هاد لي بوندو هكا اشكال والوان. مهم اللي بغى شي حاجه الناس ديال اصحاب الجمله غير يتواصلوا معاه في رقم الهاتف اللي كيبان لكم في الشاشه ومباشره غتوصلوا بالكتالوج فيه الاثمنه. شوفوا كاين هاد الاستيكات هادو ديال البنيات، كاين هاد لي بوندو هادو. المهم بحال دابا هذا راه كيمشي لكم بثمن ديال الجمله. ها نتوما كاينين هادو، شوفوا اللهم بارك، راه السلعه دائما كتكون متنوعه ودائما كتمشي على حسب لا سيزون شنو فيها. بحال دابا الدخول المدرسي راه مركزين عليه شويه، ان شاء الله غادي يبداو في هاد المسائل هادي ديال الوليدات، وكل مره كتلقاو عندها الجديد. شوفوا كاين هاد الفيليلات هادو حتى هما كيمشي هاد الباكي هكا مجموع. المهم كاين بزاف ديال الحويجات اللي غتعجبكم، كنتمنى هاد الفيديو يعجبكم ان شاء الله. شوفوا لي اللهم بارك. ها نتوما كاين هاد لي بورت كلي حتى همايا، يعني كيمشي هاد الباكي كامل بالنسبه لصحاب الجمله. لي بورت كلي راه فيهم بزاف ديال لي موديل. كاين هادو ها نتوما، كاين هاد لاستيكات حتى همايا، يعني بحال هكا ممكن واحد كيف قلت لكم جوج ولا ثلاثه الناس يجيو ياخذوا بحال هاد لاستيكات ويستافدوا من اثمنه زوينه ان شاء الله في المتناول. ها نتوما كاين هادو حتى همايا الغنيين عن التعريف، هادو حتى هما راه زوينين ما شاء الله. كاين هاد الفيلات هادو حتى همايا بالالوان، شوفوا كيفاش كيجيو. كي قلت لكم راه السلعه دائما كتكون عندها متنوعه. كاين هاد البندوات حتى همايا، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو. هاد المقيطات هاد الفيلات هكا البنيات بالالوان، هانتوما شوفوا غير جيو كيف قلت لكم المحل راه كاين بزاف ديال الحويجات اللي غادي تعجبكم. ها نتوما كاين هاد لونسومبل حتى هوايا، هادو راه كيف كتشوفوا راه هما اللي كنلقاهم في القيصريه كيتباعوا، يعني الناس هكا اللي باغا ترزق الله غير جيو ان شاء الله راه ما يكون غير خاطركم. كنتمنى الفيديو يعجبكم، فرجه ممتعه للجميع والسلام عليكم.